مستني استقبال بركات ليك في النادي الاهلي. انا اصلا كنت قلقان ان هو يعني مش عارف اتعامل معاه ازاي. هو نجم كبير طبعا في من ناحيه في الكوره، لكن الاحداث اللي بره قبل التمرين او الكواليس اللي هي قبل التمرين او كده، فهذه اللي كنت قلقان منها شويه. فلكن بصراحه هو يعني لما روحت لقيت الامور طبيعيه، في مقالب والكلام ده، لكن هو شخصيه محترمه وقد ايه نجم كبير. قلت له انت يعني كنت خايف منه ولا يعني؟ وبعد كده جابني بقى في برامج معاه وبين يعني قاعد يحكي بقى الكلام ده ما لا يحبني شويه.